اتحاد الكرة يسلم لجنة الانضباط شكاوي الأهلي والزمالك. لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس استلمت النهارده من اتحاد الكوره الشكوى من الزمالك ضد كهربا، وشكوى تانية برضو من الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي. وكان اداره الاهلي برضو مقدمه عده شكاوي ضد رئيس نادي الزمالك، فالشكاوي دي كلها اتحاد الكوره سلمها للجنه الانضباط.